للرئيس، حقيقة الحزن أعمق من الكلمات، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إليه إنا لله وإنا إليه لراجعون. بداية معالي الرئيس، أرفع لمقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه، وسيدي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، حفظ الله ووفق لما هو خير. كما أرفع أحر التعازي إلى أبناء وأحفاد الفقيد وشعب البحرين الحزين. من الصعب أن أقف وأرثي أب الوطن ما أصعب أن يرثي الأبناء أباهم. الفقد على ثقله أعظم من الصعب أن أرثيه، فكل الكلمات لن تنصف الفقيد حقه، والغصة في حنجرة الوطن أعظم من الكلمات. لن أذكر وأعدد إنجازات الفقيد على صعيد النهضة بوطننا المذكول، فكل مكان في البحرين شاهد على بصمة يده الكريمة. لن ننسى مجالسه المضيافة التي تعلمنا منها الكثير في حب الوطن والعطاء والحفاظ على مكتسبات هذا البلد. تعلمنا منه الحكمة والتفهم والتقدير لكل أطياف وطننا الحزين. نعم، فقدنا أمير الإنسانية وحامل هموم وطننا طوال عمره، الوطن كله يتيم اليوم. فلنا كلنا العزاء، أسأل الله القدير أن يرحمه بواسع رحمته ورضوانه ويلهمنا الصبر والسلوان، سيبقى في قلوبنا وذاكرتنا إلى الأبد، وسنبقى على عهده أوفياء للقيادة والبحرين. وشكرا على